اللهم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام, اللهم إلى حضرات أرواح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأقربائه كلهم أجمعين, اللهم خاصة إلى حضرات أرواح ساداتنا البدريين والوحديين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم, اللهم إلى حضرات أئمة الأربعة المجتهدين وسائر الأئمة والمفسرين والمحدثين والمصنفين والفقهاء من علماء أهل السنة والجماعة, اللهم إلى حضرات أرواح من انتفعنا بعلومهم, اللهم إلى حضرات أرواح أصولهم وفروعهم وسلسلتهم ومن دخل في دائرتهم العليا, اللهم إلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين, اللهم اجعل ثواب قراءتنا وصلواتنا وبركة دعائنا زيادة لهم في فضلهم وشرفهم لديك, اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنبارهم وبركاتهم في الدارين, اللهم بحقوقهم وبجاههم وبكراماتهم وفقنا لخدمة دينك مع التقوى والإخلاص يا أرحم الراحمين, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا, الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل هذه النار, اللهم وفقنا للتعلم والتعليم لوجهك الكريم ولخدمة دينك طول عمرنا يا أرحم الراحمين, اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, آمين برحمتك يا أرحم الراحمين, وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. علماء സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് മലപ്പുറം ജില്ലാ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും